لاباس عليكم، اش كتعاودوا؟ واش اخباركم اليوم؟ ماشي بوحدي، شكون معايا؟ منال. منال اللي ما كيعرفش منال، ولكن تقريبا كلكم كتعرفوها. هذه بنتي الكبيره. جيت لكم اليوم انا ومنال باش نديرو فيديو على ماسك الوجه اللي كنديرو حنا بجوج. متاكده؟ اللي كنديرو حنا بجوج. متاكده كنديرو بجوج؟ واخا. سمحوا لينا البنات، راه دائما هذا هو الحال ملي كنكونوا جالسين مع بعضياتنا، هذا هو الحال دائما. سمحوا لنا الناس، كنبغي نشكركم كاملين البنات اللي كتسولوا فيا. سمحوا لي راني غايبه عليكم، راكم عارفين مع تقول، واخا باقي ما كاينش شي تقول ولكن راكم عارفين البنات. سمحوا لي بزاف على الغيبه، كنطول عليكم بزاف. كيدخل عندي البنات الانستغرام في الخاص، فين كاش طولتي علينا؟ اشنو كديري؟ كنحط لكم فيديو من السيمانه السيمانه، ولكن الله غالب البنات الظروف كما قلت لكم مع الوليدات راه ماشي ساهل. ام ديال ثلاثه ديال الوليدات مع الحماله، مع هذا الجو حتى هو شويه سخون وداكشي. ولكن اليوم جيت لكم بواحد الماسك اللي عجبني بزاف البنات، ديجا جربته وعجبني. اللي هو الماسك الكوري البنات، كيدار غير بالنشا وبالارز. راكم عارفين الماسك الكوري تبارك الله وجمال الكوريات، كيفاش ديك البشره ديالهم كيفاش بيضاء، وكيفاش يعني هذاك هو السر. كاين تما، كاين في الروز البنات، كاين في الروز. ان شاء الله غادي نمشيو على بركه الله، نقول لكم اشنو كاين في الوصفه، اشنو المقادير اللي كاينين في الوصفه، غادي نتشاركهم معكم عاد باش غادي ان شاء الله نديرو انا ومنال ابليكيو على الفيزاجات ديالنا. كمان الحشمانه منال مرتاحه؟ وي. نبداو؟ يلا يلا. بالنسبه للمقادير البنات، غادي ناخذ هنايا عندي المايزينا ولا النشا، نشا الذره. هو هذا غادي ناخذ مقدار ديال معلقه تكون كبيره. وهنا عندي الرز، انا طحنته البنات في موني، انا كس هذيك الطحانه ديال القهوه طحنت فيها الرز وخرج هكا بودغ. حتى هي ناخذ مقدار ديال معلقه كبيره اللي غادي تقدني انا ومنى. وهنا عندي الحليب اللي غادي نجمع به هذاك الخليط اللي عندي. ويلا بغيتي تعوضوا الحليب عوضوه بالماء الورد ولا الماء المعدني، هادو جوج تقدروا تعوضوا بهم هذا الحليب اللي كاين هنايا. البنات كناخذ انا داك المقدار اللي عندي، المعلقه اللي عندي راه غير صغيره البنات، انا قلت لكم معلقه شويه تكون كبيره. نفس المقدار غادي ناخذ من البودره ديال الرز ولا الارز. وهذا الماسك البنات راه زوين بزاف، كيبيض. راكم عارفين النشا كتبيض، الرز حتى هو كيبيض. ولا بغيتو ديروا حتى جوج سيمانات جوج مرات في السيمانه ماشي مشكله البنات، ديروه. تقدروا ديروه بالنهار ولا بالليل، لان ما فيش شي حاجه، ماشي كيما الفازلين ولا شي حاجه غتكحل لكم الوجه ديالكم. تقدروا ديروه. غادي نحاول نزيد شويه انا عندي هنايا على حسب مقدار انا ومنال، الا كنتو غير بوحدكم ديروا المقادير اللي عطيتكم. البنات هاد الماسك راه ما فيه لا اضرار لا والو، لان قدر يدخل عندي شي حد يقول لك لا ولا ما فيه لا اضرار لا والو. والدليل على ذلك انا كنديرو وانا حامله البنات، وكنديرو لبنتي اللي هي كتبلغ من العمر غير 14 عام، يعني ما فيه لا اضرار لا والو. استعملوا هاد الوصفه راهي زوينه بزاف، سيرتو في التبييض ديال البشره البنات. هنا البنات الخليط ديالنا هو هذا، حنا غادي نبدا ندير المنال هي الاولى. بسم الله،
الاخرى كيكون شويه ما عاقدش. ما قلت لكم البنات انتم ما كتشوفوا، راه كنديروا انا وبنتي ما في لا اضرار لا حتى شي حاجه. غير هو دائما البنات لي ماسك كما قلت لكم حتى كديروا القماش ديالكم تغسلوا الوجه ديالكم مزيان قماش وعاد باش ديك الساعه الماسك ديالكم كيبغي يكون على بشره تكون نقيه ومغسوله. هادو هالا صافي وكنخليوه واحد 20 دقيقة مشيت انا نصيب. غادي نحاول انا مع الفولار اللي راني البنات خليو لي في لي كومونتير الى عجبوكم لي فيديو اللي كندير انا ومنال تبقى تبان معايا منال خليوها لينا في الكومنتر ياك منال وي ويلا كنتو مهتمين حتى شي حاجه هكا بالنسبه ل بالنسبه لاش ساعات كنبدا نقول ما كتكمليش كونسونطري يا بنتي هنايا ورا البنات الماسك هو هذا انا درتو على الوجه ديالي غادي نخليوه 20 دقيقه ومن بعد غادي نغسلو ان شاء الله بالماء بارد كيف ما قلت لكم البنات تقدروا ديروه حتى جوج مرات في السيمانه ماشي مشكل ما فيه لا اضرار ما فيه حتى شي حاجه ديروه بغيتو ديروه بالليل ديروه بغيتو ديروه بالنهار ديروه وانا نخليكم البنات حتى ندوز هذيك المده ولا البنات من بعد ما كملت 20 دقيقه يلا غسلت الماسك ديالي انا ومنال وفعلا فعلا منال لاحظت واحد الفرق ولات كتقول لي ماما نعود نديرو دائما قلت لها لا بنتي غير جوج مرات ولا ثلاثه هكا في السيمانه راه كافيين. من بعد البنات ملي كتغسلوا وجهكم بالماء بارد ماشي ما سخون ما بارد كتنشفوه. انا غادي نستعمل غير هذا الكريم ديالي دوجور حيت انا البنات درتو دابا بالنهار ماشي بالليل. الا كنتو نتوما بالليل راه ديروا الكريم ديالكم ديال الليل غير باش ترطبوا البشره ديالكم ودائما بعد اي ماسك ضروري ما كترطبوا البشره ديالكم. بالنسبه للمنال منال كندير لها غير الويل دو كوكو ما كتستعملش معايا هاد باقي شويه سكوسه بوغ لي جون دو بلوس دو 18 فوالا حيت كثر من 18 ما كنبغيش نعطي انا لي برودوي هادو كتقول لك هي سي اغريسيف بور ال... بور لا بو فوالا عارفه اش كدير. صافي البنات من بعد كنرطب البشره ديالي وغادي نقول لكم لا فيديو ديالي انا ومنال سال هنايا. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ولا لا عجبكم هذا الماسك الكوري اللي قدمت لكم انا ومنال ما تنسوناش ملي لايك والتعليقات الزوينه ديالكم كيف ما عودتونا دائما. واللي مازال ما تابوناش في لاشين ديالنا يزيد يتابونا فيها وكنقول لكم شكرا 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 بزاف ليكم ولهلي خطيكم علينا. الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله ان شاء الله.